المنصورة ومشاهد حية ومباشرة من هناك، حيث تتوافد عدة مسيرات إلى ميدان المحافظة، وينضم إلينا مراسلنا من هناك. يعني بالتأكيد نرى الحشود أيضا ليست يعني ببعيدة عن ميدان التحرير. صف لنا المشهد، أنت أكثر قربا، أطلعنا على المزيد من المعلومات. حسام هل تسمعني؟ يعني الأعداد ضخمة جدا كما نرى في الخلف، الآن يعني عدة مسيرات وصلت، يعني العدد ربما نتحدث الآن عن عشرات الآلاف أو أقل قليلا. يعني المسيرات وصلت هنا منذ قليل وما زالت يتوافد العشرات. يعني أنا نزلت منذ قليل لاستطلاع آراء الجمهور والمتظاهرين، هم يتفقون على رحيل الرئيس مرسي، يختلف بعضهم مرحلة ما بعد الرئيس، لكن الجميع يتفق على رحيل الرئيس مرسي. يعني معنا الدكتور محمد غنيم، دكتور الكلى والمعارض الشهير، تفضل دكتور. يعني ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها اليوم بهذا العدد؟ كما تلاحظ أن حجم الحشود التي جاءت إلى مدينة المنصورة عدد ضخم جدا. الملاحظة الثانية أن لم يقتصر المشاركة على أهل المدينة، بل جاءوا من النجوع والكفور والمراكز للمشاركة في هذا، أي أن هذه الحشود تشمل أهل المدينة والفلاحين والعمال في عدد أضخم مما كان هنا في 25 من يناير. وهذا كله يدل على أن هذه الجموع رافضة لتجربة العام الماضي التي لجم عنها تخلف في الاقتصاد وارتباك في السياسة وتراجع في الأمن وعدم القدرة على إدارة الدولة المصرية. نعم، يعني ما مطالبكم اليوم هل ممكن تصعيدها، يعني الاعتصام بهذا الشكل وبهذا القوة خلال الفترة المقبلة، أم أن الأمر يقتصر على التظاهر اليوم فقط؟ لا طبعا، الاعتصام مستمر والحشد مستمر بإذن الله حتى يتم تحقيق النجاح وترتيبات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هل تتوقع استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب الجمهور المحتشد هنا والمحتشد في باقي ميادين مصر؟ كلما زاد الضغط وكلما طال الاحتشاد بسلمية كاملة فهذا هو السلاح الوحيد، حشد ضخم، حشد مستمر، سلمية كاملة. هل تتوقع أن تستمر السلمية أيضا، أم هل هناك ربما يحدث تطور في الأمر وينتقل السلاح من طور السلمية إلى طور آخر؟ كما تلاحظ اليوم أن السلمية 100%، وأن لهم يحدث اعتداء أو مشاجرة على الإطلاق، وسوف تستمر السلمية إلا إذا تم الاعتداء على المتظاهرين والتداخل معهم من تيارات مغايرة. شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا جزيلا. نعم، يعني كما تحدث الينا المعارض الشهير دكتور محمد غنيم ان هذا التظاهر اليوم يعني مرشح للتصاعد خلال الايام المقبله، وان الاعتصام ربما يمتد ويشمل عده ايام اخرى ليس اليوم فقط. نعم، شكرا لك حسام يحيى مراسلنا من المنصوره.